شعار مساهمة الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل تجسيد الخطة الوطنية للتنمية. انطلقت أعمال الجمعية العامة العادية السادسة للاتحاد وسط حضور جماهير من المناضلين والمناضلات لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وبعض من ممثلي الأحزاب الصديقة. وقد شرفت حفل الافتتاح الرئيسة الفخرية لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ أوف إم بي إس سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. تخللت الحفل عدة فقرات بدءا بالكلمات والتي استهلت بكلمة رئيس اللجنة المنظمة أحمد مبودو محمد، والذي رحب بالحضور وأشاد بمشاركة وفد مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية. أما الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدأ فقد ثمن على الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية لتطوير البلاد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ومحدودية الإمكانات، وأشاد بدور الاتحاد الوطني لتجار الام بي اس الذي سيساهم بلا شك في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية. وبعد الحفل الخطابي فقد تم تكريم كل من دكتور نافع علي نافع الأمين العام لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية، وأيضا كرمت السيدة الأولى هند ديبي إتنو بهدية قيمة. وقد أكد الأمين الوطني لاتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ بكر طاهر موسى أن الاتحاد يسعى لدمج تشاد في نظام الاقتصاد العالمي. وإن هذه الجمعية لهي جمعية عمومية عادية السادسة للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ منذ تأسيسه، ولكنها الفريدة والاستثنائية، وذلك لحضور شخصيات كبيرة وهامة وعلى رأسها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. والأخ المناضل الكبير الدكتور نافع علي نافع بقيادة رئيس الأحزاب الأمين العام للأحزاب السياسية وكل الوفد المرافق له من الدكتور يوسف أحمد يوسف والأخ الأستاذ عمر خيرية والأخ الدكتور مهند عوض والإخوة في مجموعة باش، نقول لكم أهلا وسهلا بكم في أنجمينا. إخواني وأخواتي مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ، إنني أنتهز أيضا هذه الفرصة لأعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ حامي وراعي الحركة، الذي شرفني وشرف كل أبناء هذا البلد بالأمن والاستقرار وقيادة هذا الحزب العريق إلى هذا الأمد. وكما أعبر عن امتناني وشكري لسيدة البلاد الأولى رغم انشغالاتها بأن ترأس وتمثل وتشرفنا في هذه الحركة في مناسبة انعقاد جمعيتنا السادسة، ونقول لها شكرا ألف شكرا. وشكري موصول أيضا لجميع الوفود والأحزاب السياسية للدول الصديقة والشقيقة الذين قدموا إلى أنجمينا للمشاركة في هذه الجلسات، إذ يؤكد ذلك مدى علاقات الصداقة والأخوة التي تربط الحركة الوطنية للإنقاذ بهذه الأحزاب الصديقة. والشكر موصول أيضا للرؤساء والأمناء العامين
للأحزاب المتحالفة الذين شرفونا بحضورهم حفل افتتاح هذه الجلسة، بحضورهم حفل افتتاح هذه الجلسة العادية، وكما نحيي الحضور المكثف والحاشد لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنغاز الذين جاءوا من مختلف الأقاليم من مختلف أقاليم البلاد للمشاركة في هذه الجمعية العمومية للاتحاد الوطني للحركة الوطنية للإنغاز. أيها المشاركون، الإخوة الأعزاء، إن المهام الأساسية للاتحاد الوطني للحركة الوطنية للإنغاز للتجارة الحركة الوطنية للإنغاز هي الدفاع عن مصالح الحركة الوطنية للإنغاز في كل مكان وفي كل ظرف. ثانياً، توطيد مكتسبات الحركة الوطنية للإنغاز والديمقراطية. ثالثاً، حماية وتطوير المصالح المهنية والاجتماعية والاقتصادية والمعنوية لأعضاء الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنغاز فردياً أو جماعياً. رابعاً، التلاؤم مع الخطة الوطنية للتنمية وهو المعروف ببيندي من أجل تشاد مزدهرة ونامية. خامساً وأخيراً، اندماج تشاد في الاقتصاد العالمي. وإن هذه الجمعية العمومية العادية السادسة التي وضعت تحت شعار مساهمة الاتحاد الوطني للتجار الحركة الوطنية للإنغاز في تجسيد الخطة الوطنية للتنمية وتندرج ضمن الخطوط العريضة لسياسة الرئيس المؤسس الرفيق إدريس ديبي إتنو، والتي تخصص نسبة 72% من المشاريع للقطاع الخاص. وإن انعقاد هذه الجلسات جاءت في ظل أزمة اقتصادية ومالية عالمية، وبالرغم من ذلك استطاع رجال الأعمال التشاديين مواجهتها بكل عزيمة والثبات، ولذلك ندعو منهم جميعا أن لكل رجال الأعمال مضاعفة جهودهم والامتثال للنظم الإدارية وبرهنة المقدرة على إحداث ابتكار لتنويع الأنشطة التجارية ولدفع الاقتصاد الوطني من أجل التنمية متناسقة ومستدامة للبلاد التومائي بلادنا تشاد الحبيبة. وكما أن هذه الجمعية العمومية تسمح بتحديث النصوص الأساسية للاتحاد الوطني للتجارة الحركة الوطنية للإنغاز لكي تصبح متماشية مع القرارات المنبثقة عن المؤتمر غير العادي السابع للحركة الوطنية للإنغاز، المدعوون الكرام، أيها المشاركون، إن الرفيق إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورئيس ورأس الدولة والرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ وضع دائما القطاع الخاص كركيزة للتنمية. أما في حفل الختام فقد كانت المناسبة رفيعة المستوى، حيث حضر الزوج الرئاسي لتشجيع التجار ورجال الأعمال بالحزب. بعد اعتماد النصوص واللوائح فقد تم تشكيل مكتب جديد للجنة الإدارية التي ستعمل تحت إشراف الاتحاد الوطني لتجار الـ MPS، وقد قدمت برقيات منها برقيتان للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو اعترافا بجهوده لإحلال الأمن والسلام وإدارته الحكيمة والشجاعة للأزمة الاقتصادية الراهنة، وقدمت برقية للرئيسة الفخرية لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ أوف MPS السيدة تشادية الأولى هند ديبي إتنو. وقد أبدى المشاركون شكرهم وعرفانهم لقوات الدفاع والأمن وبرقية خاصة للأحزاب الصديقة. برنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية الرفيق إدريس ديبي إتنو الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة، وتسليطا للضوء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة اعتبارا حول انعقاد الطاولة المستديرة المتعلقة بالخطة الوطنية للتنمية التي انعقدت في باريس خلال شهر سبتمبر عام 2017،
اعتبارا للمساهمة الفعالة لرجال الأعمال والاقتصاديين ومشاركتهم الفعالة في مجال الاقتصاد في وضع الخطة الوطنية للتنمية. نحن المشاركون في الجمعية العمومية السادسة لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ المنعقد بتاريخ 11 من نوفمبر عام 2017 بقصر 15 من يناير، الانفتاح على التدريب الشباب في مجال الأعمال بكافة أقاليم البلاد، تشجيع المنظمات النسائية وأيضاً نساء ربات الأعمال بإشراكهم ضمن الخطة الوطنية للتنمية. وبعد ذلك تحدث الأمين الوطني لتجار الام بي اس أبكر طاهر موسى، الذي عبر عن عميق شكره للرئيس المؤسس رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. صفقة عند الفرحة، صفقة عند الرضا، صفقة عند اكتمال النجاح. واليوم جيد الكبل الزوج الرئاسي وحضوره أمامنا من أكبر الفرح، عشان رضيت ووفيت يا قائد المسيرة بك. هؤلاء هم رجال الحركة الوطنية أمامك راضيين، وجيتك اليوم والله تعتبر بالنسبة لنا أكبر يوم وأسعد يوم في حياتنا. مسحت أحزاننا وأضغاننا، هذا تصرفك يا قائد المسيرة، لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا لأن الوقت لا يسمح، ولكن حقك أكبر. صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو، مع نجاح جلسات أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة لاتحاد تجار الحركة الوطنية للإنقاذ، أثبتتم خلالها بأنكم قادرون وجاهزون للتجاوب مع جميع متطلبات العصر مهما كانت نوعها. وكما أننا أكدنا أيضا انضمامنا الكامل من خلال هذه الجمعية العمومية للبرنامج السياسي للرفيق إدريس ديبي إتنو، رئيسنا ومؤسس حركتنا الغالية. إن الأجواء التي غطت على أعمال الجلسة تؤكد مدى تعهد مناضلي ومناضلات حزبنا الكبير في مساندة سياسة تنمية تشاد التي بدأت منذ الأول من ديسمبر 1990 حتى قيادة الرفيق الرئيس المؤسس إدريس ديبي إتنو وفعاليات توجيهاته ووصاياه الحكيمة التي وضعت تشاد على طريق التنمية. إن تواجدكم اليوم وبهذه الكثرة وبصفتكم مناضلي ومناضلات حركتنا الجامعة يجب أن تكون بمثل هذه الصورة في مختلف الأنشطة التي نقوم بها في إطار الخطة الوطنية للتنمية والتي يسعى إليها رئيسنا الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو. إن اعتماد النصوص الجديدة لسير أعمال الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ طبقا لتوصيات المؤتمر العادي الغير عادي السابع للحركة الوطنية للإنقاذ سوف تعطي نفحة جديدة لاتحادنا. وأخيرا أشكر جميع الذين حضروا وشاركوا في نجاح هذه الجمعية العمومية العادية السادسة للاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ. كما عبر بعض الفاعلين الاقتصاديين عن انطباعاتهم بالفرحة بالكامل. الحمد لله لقينا ميليتان وميليتان عنانا بكل المدن 23 ريجون كل جولينا شرفونا وجينا في تقريبا يوم كامل ناقشنا في مشاكلنا خاصة مشاكل عن التنمية في البلد. الله ما شاء الله بارك الله في أرقام أزمة تانين شوال الهسا كان ده
اننا ما شاء الله اننا افرتر اكونوميك يوم في الليل والنهار كله اننا قاعدين في زراعه واننا في بوليه دول هم كثير نهضم قاعدين اننا ما نوقفوا في كريس ولا في قرص اننا نهضم في الليل والنهار كله نهضم في زراعه. الرئيس المؤسس للحركه الوطنيه للانقاذ رئيس الجمهوريه راس الدوله ادريس ديبيتنو شدد امام التجار بالحزب على ضروره الاستثمار في مجال تنميه العالم الريفي من خلال تطوير الزراعه والثروه الحيوانيه. الجمعية الأمية بريزيديوم وبنوش الزاء مرق للدائج ملموسة وسمع ده الشيء التعديل كل فيه قادين بردهو اليوم التعديل قليل شباب رجال هم دين كلهم فيه قادين بردهو لدائج مثل النتائج كتبتوا اليوم مرق تبا لأن هنا قلتوا UNCMS السيد الرئيس يقول قلت بس تمثل الركيزة المهمة على الحركة قلت بس المحرك الوجود القطار للوزير القطار القطر الماشي على MPS ماشي للتنمية والاقتصاد ده قلت الاتحاد للتجار ده قلت بس الوجود والقدام كان السيد الرئيس يقول قلت رجال الأعمال والتجار في الأويل والرجال في الشباب تعرفوا تمام البرنامج اللي كان الشعب التشادي انتخابات الرئيس موغا في الانتخابات البيئة الأخيرة 2016 قلت تعرفوا البرنامج ده فالبرنامج ده عنده أهداف واضحة ما واجب نفشل في البرنامج ده واجب لنا كلنا وهو البرنامج ده برنامج من أجل المصلحة على الشعب التشادي أنينا ما واجب نفسه وما واجب نتابه المثل على الناس الآخرين إلا بروحه بالفكر على بعض من الناس بس بقوا لا أنينا نخدمه بالفكر على الشعب التشادي الامبيس دخلي بالفكر على الشعب التشادي ونخدمه نلمس كل المواطنين القائد ورا قائد في الفريق كله واجب نشاركه عشان يشارك معنا في التنمية للفريق ده هدفنا علينا في برنامج الشعب اختارته بالنسبة لا يوديه قدام في التنمية وفي التقدم ده إلا الزراعة والثروة الحيوانية وعندنا أيضا شارك السيد الرئيس بيقول عندنا بحار عندنا علم كثير في تشاد قاعد لازم التشاديين يفكروا ويخدموا في الارض يخدموا الثروه الحيوانيه ولا السيد السمك ده الشيء البقدر بودي بلدنا قدام لان السيد الرئيس انت المثل قال مثل هسا اوبراتير اوكونوميك ناس تجار وعدين تشاديين مثل انا شركه وادي كوندي ده يعني الناس قالوا كي شافوا كي قالوا خلينا نقبلوا للأرض وللزراعة ندخل قروضنا فوقها وده الشيء البنفانة اللي قدام لازم أنينا التجار أنينا الأوبراتير الإقليمي يفكروا ويدخلوا في الثروة الحيوانية الشيء اللي عندهم ده وفي الزراعة يشيلوا أراضي أراضي كبار في شارع قاعدي الناس يزرعوا بالكمية والثروة الحيوانية كل يقدروا يجيبوا شركات بخصوص الثروة الحيوانية وده بيساعد وقد اختتم الحفل بفرحة عارمة وسط أغاني حماسية.